أول كنت أقرأ، بس الحين الكتاب ما له وقت في حياتي. أصلاً الإنترنت يغنيني عن الكتب. لا لا لا، الإنترنت مو مثل الكتاب، لأن معلوماته مو متكاملة ويمكن سطحية مرات. طبعاً الإنترنت له أهميته ويفيدني في البحث السريع، بس بعض المواضيع يبي لها أعرف القواعد وأتسلسل في فصولها وأشوف الأمثلة وأناقشها وأقارنها مع أفكاري. بس أغلب الناس ما يقرون الكتب، ليش؟ هل صارت موضة قديمة؟ ولا ما يعرفون فرق توسيع المدارك والثقافة من الكتب وغيرها من المصادر؟ لازم أبحث في هذا الموضوع. أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الأنام كتابه. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل الحضارات تعتز بمخزونها الثقافي والأدبي، والإنسان اهتم من بدايته بتوثيق ونقل معارفه عبر وسائل الكتابة والتصوير. والكتاب يحتوي على الأفكار المتسلسلة والمتكاملة اللي تنقلنا من مرتبة معرفية إلى مرتبة أعلى منها. ومو غريب أن تكون أول آية قرآنية اقرأ باسم ربك الذي خلق. وطبعاً القراءة هي مدخل إلى العلم. يقول حبيبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. وأكيد يرتبط العلم بالعمل والإيمان لتكامل الإنسان وتحقيق سعادته. من المهم جدا تخصيص وقت يومي للقراءة، ولو كان هذا الوقت نص ساعة فقط، سواء كان في بداية اليوم أو في منتصف اليوم أو في آخر اليوم. ليش؟ لأن وقت القراءة هو لتجديد الأفكار وتوسيع المدارك إلى مدى أبعد وأكبر. الله يحييك ويبكيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وطول لي عمرك. تصدق عاد؟ تصدق اسبانيا نار؟ تصدق عاد؟ الكل يقول هالحكي. اوف حيكي. عليك بالعافية، عليك بالعافية. انا شنو استانس؟ الحمد لله رب العالمين تمام. زين ما قلت لي عاد، شنو اللي شفته باسبانيا؟ شنو اللي ما شفته؟ شنو اللي ما شفته؟ رحت هناك وزرت حضارات الاندلس، ورحت شفت هالبنايات الاسلامية العريقة. تصدق شعبها يفتخر فيها. من صدقك انت؟ وليش ما يفتخرون فيها؟ هذا كله من خير المسلمين وعلمائهم، هم اللي سووا هالحضارة. ولا لمو المسلمين كان هم ما عندهم شيء. إيه علماء المسلمين، صدق احنا ما ندري عن علماء المسلمين بشيء، ولا نعرف ايش سووا بذاك الزمان. تعرف انت؟ تعرف شو ما اعرف؟ انا علماء المسلمين اعرفهم عدل. الثانوية عطانا كل شيء عنهم. شلون؟ ابن الهيثم. ايه. وابن سينا. ايه. والبيروني. عجيب. هاي حضارة المسلمين. الله ما شاء الله عليك، عندك دراية عنهم ها؟ ايه وانت هذيل يعني تعتز فيهم؟ اعتز فيهم مسلمين، شلون يعني؟ اكيد اعتز فيهم. زين قول لي، انت قريت عنهم شيء؟ عاد تصدق؟ هذا الشيء الوحيد اللي ما عندي وقت اسويه. والله ما تقولي على شنو خاب نفسك واعتز وحي وحي الحلبان وشينا، ما تقولي على شنو عم اروح اعتز فيهم. انت ما تعرف عنهم شيء؟ لا قاري عنهم ولا شيء. وبعدين تعال، احنا شو بنطور بنفسنا واحنا ما عندنا ثقافة لا بتراثنا ولا بتاريخنا الإسلامي؟ يبا نطور من نفسنا شلون يعني؟ نقدر الحين نروح معرض الكتاب كاهو قريب. ايه. نروح نشتري الكتب. ايه. ونقعد نقرا. ومتى بتروح بالله؟ اسبوع الجاي ان شاء الله. لا والله. ايه. بتروح يعني؟ ايه تي معاي. انت عندك خبر ان معرض الكتاب مسكر من شهرين؟
اختيارنا للمكان المناسب حق القراءة يعتمد على وين احنا نرتاح، بس هذا معيار، ولكن المعيار الأساسي هو قدرتنا على الانقطاع عن الناس وأي أشياء ممكن تشغلنا، علشان يكون هناك قراءة بتركيز في الأفكار وتسلسلها بعيداً عن أي منغصات. يعتبر الكتاب من أهم مصادر الثقافة ومناهل العلم، وقد دأب الإنسان منذ القدم لتحصيل العلوم ونقل تجارب الآخرين عبر الاطلاع على الثروات الفكرية المختزنة في الكتب وتوثيق معارفه عبر تدوينها ونشرها، ويجد القارئ عادة لذة خاصة من اكتساب المعلومات القيمة وتوسيع آفاق المعرفة التي تسهم في تنمية الشخصية وتدفع باتجاه النضوج الفكري والتكامل المعرفي. وينقسم قراء الكتب عادة في طريقة الانتقاء إلى فئتين: فئة تستفيد مما تقرأ، وهم عادة ما يكونون شغوفين في قراءة ما تقع عليه أيديهم، وفئة تقرأ ما يفيد، وهم يبحثون في مجالات معينة لأهداف معرفية. إلا أنه ومع دخول وسائل الإعلام المختلفة وتحول اهتمامات الناس نحو الترفيه أكثر من اكتساب المعارف، بدأ الكتاب يفقد مكانته في بناء الذخيرة الثقافية للمجتمعات، وبدأت الشعوب تبتعد عن إنجازات حضاراتها فضلاً عن قلة إسهاماتها في قيادة المستقبل. ولعل ما يميز المصادر الثقافية الحديثة هو ملامسة حواس الإنسان في الصوت والصورة، ولكنه لا يرقى بأي حال من الأحوال لمخاطبة العقل وزيادة قدرته الفكرية كما هو دور الكتاب. ولنا أن نتساءل، ما هي أسباب ضعف الإقبال على الكتب؟ وقد نزلت أول آية على نبي الرحمة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم كرر الأمر بها فقال: اقرأ وربك الأكرم. وإذا كان الإسلام قد أولى أهمية للقراءة وحث على التعلم ولو بالصين، فإنه لسبب ارتباط السعادة بعلم الإنسان ووعيه. يقول الباحثون إن المجتمع الذي لا يقرأ يحكم على ثقافته وتراثه بالضياع، ويجعل من هويته نسخة من ثقافات أخرى. إن المتتبع للتاريخ يجد أن حضارة الإسلام قد سادت شرق الأرض وغربها، رغم أنها لاحقة لحضارات عريقة، ويرجع السبب في ذلك لاهتمام المسلمين الأوائل بقراءة الكتاب ونشر العلوم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سعر الكتاب ما يعكس بالضرورة قيمة محتواه، ممكن يكون الكتاب مرتفع الثمن ومحتواه بسيط، والعكس ممكن يكون الكتاب رخيص الثمن ومحتواه جدا قيم وغالي. وإذا كان الكتاب يحتوي على المعلومات والمعرفة والحكمة، فالاستثمار فيه يرجع عبر تراكم الخبرات وتكامل معرفتنا، وهذا هو الأساس. نظري شوف أنا أن الناس بدأت تقل قراءتها من الكتب أو تشتري الكتب بعد ظهور الإنترنت والواتساب والأجهزة الإلكترونية الحديثة، فأصبحت الناس تحب أنها تقتني بالمصروف المادي ويكون عندها شيء موجود على
على الأجهزة هذه ومجانية، وشنو ما كانت المعلومة يقدر يحصلها هو قاعد مرتاح في بيته أو في مكتبه أو في أي مكان هو موجود فيه. الكتب نقراها ضروري بهالزمن، بهالوقت هذا ضروري، لازم نقرا، ضروري نقرا الكتب. أول شيء أهل البيت سلام الله على أهل البيت كانوا هم يعني مدرسة العلم بالكتب، وحطوا لنا يعني حطوا لنا كنز عظيم يعني، اللي هو مثل الصحيفة السجادية من الإمام زين العابدين، والكتب والطب جعفر الصادق سلام الله عليه. فالكتب أساسية بهالوقت هذا، ولازم ننوه على الأطفال بالكتب، حتى لو نجيب لهم قصص يعني تصويرية كصور. صرنا ما نهتم بالكتاب وسب التليفونات والتلفزيونات، هذا تخلينا شيء واحد إنه ما يتابع الكتاب. الإنسان القارئ يصير عنده مخزون لغوي وثقافي أعلى بكثير من الآخرين، وهذا يعطيه قدرة أكبر على التواصل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، قراءة الكتاب تعطي القارئ فرصة للاستماع أثناء الحوارات والنقاشات البناءة. شفنا مع بعض شلون الكتاب صار يعاني من قلة قراءه. خلونا نحلل الأسباب وتداعياتها. أولاً، الكثير من الناس يفتقد الدوافع الشخصية للقراءة، فالبعض ما يربط بين أهمية قراءة الكتاب على مستوى تنمية الذات أو إنه ما يشوف إن الكتاب هو شيء أساسي. ثانياً، الأهل والمدارس لهم دور في تشجيع وتحبيب قراءة الكتب، خصوصاً إذا تم توضيح منفعة الكتاب عن غيره من المصادر. ثالث شيء هو أن قليل من الناس يهتمون بتنمية الهوية، وأقصد تنمية عناصر هوية الشخصية اللي منها اللغة والثقافة العامة ومعرفة التاريخ والاطلاع على الإنجازات العلمية والأدبية. بعدين نلاحظ أن التركيز صار على الترفيه واللعب والوناسة، وهي مهمة، ولكن ما المفروض تأخذ كل وقتنا. ومع دخول وسائل إعلامية ومعلوماتية جديدة، صارت القراءة محدودة ومحصورة بالمعلومات بس. هني لازم أنبه أن المعلومات هي الخطوة الأولى نحو المعرفة، واللي هي أيضاً خطوة في طريق الحكمة والإبداع الفكري. وأيضاً نشوف أن ثقافة المجتمع إذا كانت استهلاكية ومو إنتاجية، راح يكون الكتاب بطبيعة الحال آخر اهتماماتها. هذه الأسباب والأبعاد توصلنا إلى أن الابتعاد عن قراءة الكتاب وبالتالي ضعف الثقافة لدى الفرد وبالتالي المجتمع هي حتماً ما راح تخلينا من السعداء، لأن راح نكون محكومين بثقافة وإنتاج الآخرين. وهني سؤاله، شلون نخلي الكتاب أساسي في حياتنا؟ يقولون لا تناقش اللي ما يقرأ، ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ما ناقشت عالما إلا غلبته، وما ناقشت جاهلا إلا غلبني. لأن اللي يطلع على العلوم ويفهم الاتجاهات المختلفة تكون عنده قدرة أعلى للوصول إلى الحقيقة. هذا فرق كبير بين العالم
والجاهل. أول أمر أنزل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة كان اقرأ، يعني كان بالإمكان الله سبحانه وتعالى يقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أو يوجهه بأمر آخر مثل اعبد الله أو وحد الله أو آمن بالله، لكن بدأ الأمر الأول في هذا الدين هو اقرأ، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن القراءة هي السبيل إلى المعرفة. احنا في بدايه تاسيس هذه الامه كان اول شيء واهم شيء هو المعرفه، معرفه الله عن طريق العلم والعلوم وزياده المعرفه للانسان والاهتمام بالكتاب. للاسف احنا الحين بعدنا كثير عن الكتاب، يعني الغرب الامه الغربيه الحين سبقونا في يعني سنوات ضوئيه نقدر نقول، صارت علومهم جدا متطوره بسبب ان اطلاعهم ومعرفتهم وزياده علومهم واهتمامهم بالقراءه وبالكتب. احنا امتنا للاسف في هذا الزمان قلت هالامور بشكل جدا محزن بصراحه. يعني من قبل فتره كنت قاعد اقرا عن موضوع الروبوتات، الحين في شركه هوندا مثلا في اليابان انشاوا الجيل الثالث او الرابع او الخامس حتى من الروبوت، فانا تفاجات ان في اجيال متطوره من الروبوت. فشنو فكره هذا الجيل الخامس من الروبوت؟ انه شنو يعني فائدته او شنو ميزاته عن الروبوتات القديمه؟ انه الروبوت هذا ممكن انت كل يوم تطوره عن طريق انك تشبكه في الانترنت، وقبل ما تنام بالليل تحط الواير تشبكه بالانترنت، والروبوت هذا تقعد ثاني يوم تجمع معلومات جديده يوميه، وبالتالي صار متطور اكثر. فهل الإنسان ممكن يكون مثل هذا الروبوت كل يوم تزيد معارفه وكل يوم يتطور أكثر وأكثر؟ بكل تأكيد، وهذا شيء طبيعي أكثر أصلاً، يعني لأن عن طريق القراءة والاطلاع أكيد راح يزيد معرفة الإنسان. وللأسف هذا اللي صار فينا، إحنا صرنا مشغولين بأشياء مو مهمة. إحنا نشوف يعني كلنا نسافر أوروبا والغرب ونشوف شلون اهتمامهم في الكتاب، كل شخص ماسك كتابه وقاعد يمشي بالشارع ويقرأ، بمحطات القطار، بمحطات الباص، في الاستراحات، دائماً كتابهم بإيدهم. إحنا للأسف لاهين في الآيباد والآيبود ومو قاعد نستخدمها بطريقة صحيحة، كلها ألعاب وجيمز وننزل أشياء يعني ما هي بذات القيمة أو الأهمية. صحيح إنه والله إنه نقرأ كتاب مثلاً لأن نقضي شوية وقت ولا للتسلية ممكن، ومو يعني وايد شيء غلط، بس مهم جدا ان نقرا الاشياء المفيده. في شغله صارت مره، جمعوا صحفيين وسالوهم سؤال جدا ممتع، انه والله اذا انتم كنتوا في وسط محيط وانكسرت السفينه اللي انتم فيها وطحتوا في جزيره، الجزيره هذه نائيه وما في احد، شنو الكتاب اللي تتمنون يكون معاكم؟ فواحد من الصحفيين قال اتمنى يكون عندي مجموعه شكسبير القصصيه عشان اتسلى فيها، واحد قال انا اتمنى يكون معي الكتاب المقدس علشان الله يحفظني ويعني يساعدني، لين وصلوا عند صحفي بريطاني قال جواب من أروع ما يمكن، قال أتمنى أن يكون عندي كتاب عنوانه كيف تصنع قاربا. بالفعل هذا اللي احنا نحتاجه اليوم، الكتاب المفيد، الكتاب اللي ممكن يساعدنا أن نطور نفسنا وبالتالي نطور مجتمعنا. هل تستفيد من اللي تقراه أو تقرأ اللي يفيدك؟ من الأمور المهمة قبل القراءة أن يكون عندنا أهداف معرفية واضحة ومحددة، ونقرأ أكثر من كتاب حول الموضوع اللي نبيه علشان تتبلور الأفكار والاتجاهات ويطلع عندنا الموضوع أكثر وضوحاً وأكثر نضجاً. Thank you.
وايد مرات نخزن على الكمبيوتر ملفات وصور وغيرها، بس لما الذاكرة في الكمبيوتر تنترس نحتاج إلى حذف الملفات اللي ما استفدنا منها. الكتاب يعطينا معلومات، ولكن هذه المعلومات محتاجة إلى تفعيل وتطبيق علشان تتحول إلى معرفة إنتاجية ويكون للكتاب أثر حقيقي فعال في حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قصتنا عن ولد صغير فقير مسكين ويحب العلم. قرر هالولد هذا من صغره أنه يشتغل بأشغال متعددة بالسوق، مثلا حمالي، وقام يشتغل يشيل الأغراض من مكان لمكان ويأخذ أجرته. هالأجرة هذه قرر أنه على أساس يتعلم وما يهمل دراسته، قرر أنه يشتري كتاب من هالأجرة هذه. وفعلا كل ما حصل أجرة اشترى الكتاب واشترى قوته اليومي حقه وحق أهله. وهكذا استمر في الشغل واستمر في العمل وياه لما كبر، وهو يشتري كتاب ورا كتاب ويقرأ، وما يقرأ بس بل يفهمه. المهم الولد هذا الحين كبر وصارت عنده مكتبة كبيرة جدا، وفيها عدد الكتب تقريبا 500,000 كتاب. تدرون منه هذا؟ هذا آية الله السيد المرعشي النجفي، عالم كبير مثل ما انتم عارفين ومرجع كبير، وهذه كانت قصة حياته. المهم ان حكمتنا من هالقصة هذه احنا لازم نستمر بقراءة الكتب ونشتريها ولا نهملها على بالنا عندنا انترنت وتطور وهذا، لا، نقرأ الكتب ونتدبر فيها ونحاول نفهمها مو بس قراءة. ويعطيكم العافية ومع السلامة. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الختام، السعادة ممكن أن تتحقق لما الإنسان يكون أكثر وعياً وفهماً لحقائق الأمور وأكثر إدراكاً لمعرفة الإنجازات، وتكون نقاشاته وقراراته مبنية على أسس صحيحة، ويكون وجوده لإضافة قيمة لنفسه ولمجتمعه. والخطوة الأولى هي في قراءة الكتب. الله يكتبنا وإياكم من السعداء. في أمان الله.